كريستال سابقا، ثريا حاليا، هذه الفرنسية أبا عن جد أسلمت قبل 17 سنة وترتدي النقاب منذ أكثر من 10 سنوات. النقاب سبب لها مشاكل مع القريب والبعيد، عائلتها الفرنسية لم تتقبل الأمر وزوجها لم يكن متحمسا لاختيارها. شقيقي رفض مرافقتي في الشارع ما لم أنزع النقاب، ووالدتي لم توافق على النقاب إلا بعد فترة. أما زوجي فعلى الإطلاق لم يفرض علي النقاب، إنه اختيار شخصي والتزام ديني. زوجي لم يكن أصلا موافقا على ارتداء النقاب، لقد كنت أدعو الله في صلواتي لكي يغير قلب زوجي ويوافق عليه. هذا الكلام يدحض الادعاء القائل بأن الأولياء والأزواج هم يفرضون النقاب وبأن النقاب رمز للاستعباد. لم أفاجأ بما يقال عن النقاب، لأن الفرنسيين يكرهون رؤية الحجاب ويكرهون النقاب أكثر لأنه يرمز للإسلام. سيمنعون النقاب، أين هي إذن الحرية في هذا البلد؟ مبدئيا شعار فرنسا حرية ومساواة وأخوة، والحرية تعني أن نكون كما نريد. أبدا أبدا، ما ضغط عليها أبدا. أما بديس زوج ثريا فلا يتردد في اتهام مسؤولين في الجالية الإسلامية بالتورط في الحملة ضد النقاب، حملة في رأيه ستكون لها ردود عكسية في النهاية. ضجة على الحجاب، ضجة على الإسلام، مخاوف وكذا، والإسلام صعب والإرهاب وكذا، ولكن كلهم يدخلوا الإسلام، كلهم يلصقوا في الإسلام. هذا أمر الله، الهداية هذه لا بيد ساركوزي ولا بيدي أنا ولا بيد أي شيء. أي أحد، هذه الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء. إن الله كان بما تعملون خبير. ثريا لا ترى في النقاب دليل تطرف وانغلاق أو انحطاط، بل رمز هوية وانتماء. ثريا قلما تغادر بيتها ووجودها في الشارع أحيانا يصبح كابوس. أسمع من المرة عودي إلى بيتك وارجعي إلى بلدك، وعبارات تسخر من لباسي تدل على كره الإسلام. ثريا تأمل في ألا يحضر النقاب، وفي حال خاب أملها لا تعرف هل ستبقى أم تغادر فرنسا. نوردين بوزيان، الجزيرة، باريس.